السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه Connex.ai. الموقع ده من المواقع المعمارية اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي بشكل حلو جدا. حتى الشعار بتاعه AI and Architecture Meet. هسيب لكم شرح للموقع بالتفصيل اسفل الفيديو ان شاء الله. انت بتحدد قطعة ارض مثلا وهو يبدأ ان هو يديك تقسيمات ليها. الميزة ان انت ممكن تختار ملف الاوتوكاد وتعمل له داونلود وتعدل عليه وترفعه تاني وهو يكمل شغل على الملف الجديد اللي انت مثلا ممكن تكون عدلت في اي نوع من الانواع. فده بيوفر لك الوقت وبيخلي الورك فلو او مسار العمل بيكون اسرع. زي ما انت شايف مجرد ان انت بس بتختار حتة الارض ممكن تختارها بالرقم بتاعها يبدأ يديك التقسيمات. وانت بقى ممكن يديك الدور الاول والتاني والتالت حسب عدد الدور اللي انت عايزها. بيديك اقتراحات كتيرة انت بتشوف ان الانسب ليك. هو مش محتفظ بكتالوج او مجموعة من التصميمات السابقة، لا هو الذكاء الصناعي بيعدل نفسه كل شوية بحيث ان هو يجيب لك انسب حاجة ليك. وبعد كده تلاقي الاوتوكاد بالشكل دوت بالدايمنشن باسامي الغرف بالفرنتشر بكل حاجة. فالفكرة جميلة جدا. هسيب لك رابط الموقع. كل اللي عليك ان انت تقول له ريكوست تقديمه وتحاول ان انت تشوف نسخة تجريبية. حاول ان انت تقعد مع الفريق العمل يشرح لك الفكرة من الناس ما شاء الله يعني هيدوك الخلاصة ان شاء الله ازاي تبدأ تشتغل على الموقع بشكل سهل بحيث ان انت توفر الوقت. تبدأ المشروع تختار فيلا. في المستقبل ان شاء الله يكون في انواع كتيرة غير الفلل. تختار المكان اللي انت عايزه جنب الجيران ولا لا، من ناحيتين ولا ثلاث نواحي. دي كذا بروبوزل، تبدأ تختار البروبوزل اللي انت بتفضله. تقدر بقى تحمله اوتوكاد PDF زي ما انت عايز، صور. يبقى الموضوع كله خلص في ثواني.